قل لا تعرف من ف وطن في الغربة وسماء لا تعرف من ف وعيون بالحزن تنادي بلادي بلادي بلادي. شكرا دكتور. أنا كنت سمعت مقولة بتقول إن حب الوطن يكون حب الوطن الغني فقط، لأن الوطن اللي بيعيش في مجاعات وحروب ده بينتقص من حب الشخص لهذا الوطن. اللي بيثبت عكس هذه المقولة تماما هو ذلك الشعب، ذلك الشعب الصامد الصبور المثابر الذي يتعرض لمعاناة لا مثيل لها في العالم كله، من قتل وتشريد والاعتداء على النساء، من كيان صهيوني غاصب ومعتدي. ندعو الله جميعا كما ذكر سيدنا نيافة الأنبا أن يحرر هذا الشعب الأبي، الشعب الفلسطيني الشقيق، قطاع غزة بشكل خاص، عن المأساة اللي بنمر بها لشهور طويلة ولا نعلم أين تتوقف هذه المجزرة وهذه الإبادة الجماعية، الإبادة البشرية. خلونا نرجع تاني، وبعد إذن مولانا فضيلة الدكتور الأمير أروح يعني هنا أروح لدكتور مظهر، يعني هنا مرة وهنا مرة ممكن؟ قال لي على طول دكتور مظهر على طول. أنا عايزة أقول لكم برضو زي ما سيدنا قال نيافة الحبر الجليل الأنبياء، قال إن مصر طول عمرها دولة تعددية فيها التنوع، سمة التنوع صفة الشخصية المصرية وصفة الشعب المصري، وده من 1919 لما سيد درويش قال إن كان بدك تخدم مصر أم الدنيا وتتعلم لا تقول نصراني ولا مسلم ولا يهودي يا شيخ اتعلم. فضلت الشيخ. سيبك تقول مش عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. على صوت اشجان على الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كل عام وحضراتكم بخير، بشكر الدكتورة ناهد شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. وعاوز اقول سر، هي ذكيه قوي في الدعوات بتاعتها. لما تيجي تبعت لي دعوه تقول لي ايه؟ تقول لي ونيافه الانبا ارميا حاضر عشان يعني تغريني بالحضور، وهي عارفه ان انا لما اقول نيافه الانبا ارميا حاضر انا هوافق على طول. انا عايز اقول لكم على حاجه، الاسبوع اللي فات كان عندنا حاجه في قصر الامير طاز، فانا كلمته قلت له شيخ مظهر انت معانا؟ قال لي ده انا عندي فطار وعندي سحور وعندي 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 وعندي. سبته خلص خالص، قلت له على فكره نيافه الانبا قال لي ادي بشكل خاص. قال لي ايه؟ لا انا جاي. والله اعتذرت فعلا على مواعيد، اعتذرت على مواعيد عشان طبعا اكون نيافه الانبا. انا بشكر الدكتور ناهد شكرا جزيلا، وسعيد جدا ان انا مع نيافه الانبا ارميا الصديق العزيز والمفكر الكبير والوطني الغالي على قلوبنا جميعا. نيافه الانبا ارميا بالنسبه لي اب روحي، لانه بلمس في محبته لمصر درجه من الصفاء ودرجه من الحب الافلاطوني، الحب اللي ما فيش منه هدف، يعني هو يحب مصر من اجل مصر فقط يعني. وبلمس في محبته لاخواته المسلمين والمصريين ايضا اخلاصا وصفاء قد لا تجده في اي شخص اخر. علشان كده انا سعيد قوي ان انا في صحبه نيافه النهارده، وكن سعيد دايما لانه برضه بيشع دايما في اي جلسه نكون فيها حاله من السعاده والفرح. وكل عام ونيافته بخير، عشان طبعا الصيام الكبير اللي اخواتنا المسيحيين بيصوموه 55 يوم ربنا يقدرهم ويقويهم، وكل عام وهم بخير.
أستاذي وصديقي العزيز دكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، هذا الرجل الذي أحبه في الله والذي كان يعني سند قوي جدا لي في مرحلة الإعداد للدكتوراه، لأن حضراتكم عارفين أنا كنت مستهدف من بعض الإخوان داخل جامعة الأزهر اللي كانوا بيحاولوا يعرقلوا الرسالة والمناقشة وإلى آخره، فربنا أنا ناقشت 8 ساعات يعني أعادوني في المناقشة من الساعة 11 الصبح للساعة 8 بالليل، وكانوا ناقش نص الرسالة فقط والله مش كلها يعني. فكان من أحد الناس المساندين بشكل قوي جدا، بشكره شكرا جزيلا الدكتورة وفاء عبد السلام. أنا خليها للآخر عشان لها كلمتين هقولهم. الأستاذ طارق دسوقي برضو من الأعزاء على قلبي جدا، ودايما ببقى فرحان لما أكون معاه لأنه برضو من الوطنيين المخلصين ومن الأصدقاء الغاليين على قلوبنا جميعا. وشاعرنا الكبير الأستاذ أشرف البنا أنا بشكره شكرا جزيلا، بستمتع بأشعاره وبستمتع بصحبته. المطرب مش هقول المطرب المنشد والدكتور عامر التوني الفنان الكبير، من أحد الناس اللي أنا يعني ببقى حريص قوي ان انا اكون حاضر لما اشوف ان هو يكون موجود معانا، علشان بحب طلبه وبحب انشاده وبحب حسه الفني وحسه الوطني، وكثيرا ما تدمع عيناه وهو بيتكلم كلام صوفي روحاني، فانا بحبه في الله ربنا يوفقه. وطبعا فرقته الموسيقيه بحييهم جميعا فردا فردا ربنا يعينكم. بحيي حضراتكم لان لولا حضراتكم ما كنا جينا. دايما البطل في هذا في هذه الجلسات حضراتكم المستمعين اللي بيتحملوا طبعا يعني مشقة السفر والانتقال وبيعودوا وقت طويل وإلى آخره، وطبعا ده كله يعني على رأسنا من فوق وبنقدره جدا وبحيي حضراتكم جدا. الداعية الإسلامية الكبيرة دكتورة وفاء عبد السلام، كل مرة أقول الكلام ده، أنا كان معايا معالي وزير الأوقاف من حوالي ساعة، كان في عزاء الأستاذ أحمد جلال في والدته ربنا يرحمها في عمر مكرم، ودايما أقول له يا معالي الوزير أنت عليت كعب الداعيات والوعظات علينا. انا خايف اروح عمر مكرم الاقي الاستاذه وفاء واقعه على المنبر هناك في عمر مكرم. فيعني يعني بسعد جدا الحقيقه المرأة يعني متمكنه في عهد الرئيس السيسي بشكل قوي، وده شيء يسعدنا جدا. والوعظات في وزاره الاوقاف قايمين بدور رائع جدا، وبيتعبوا اكتر مننا، بيروحوا اسوان وبيروحوا اسيوط وبيروحوا قوافل. خلي بالك ان هي اتكرمت من السيد الرئيس كعايزه شخصيه نسائيه، وتستحق طبعا التكريم. ربنا يوفقها ويكرمها هي وكل زميلاتها الافاضل، بنسعد جدا. نيافه الامر ارميا النهارده الحقيقه ما تكلمش في القران كتير، وده شيء غريب علشان ناكل عيش جنبه. يعني هو لما بيجي يقول كلمة بيقول كل الآيات القرآنية اللي احنا ممكن نقولها في مثل هذه الفعاليات. النهاردة هو ساب لي يعني ساب لنا الحاجات دي عشان ناكل بها عيش النهاردة، ربنا يكرمه يعني. ليه؟ قلت له خف شوية على الشيخ مظهر وعلى المشاكل اللي معاك يعني. الوطن من أغلى الكلمات اللي ممكن الإنسان يسمعها، ولها لهذه الكلمة أو لهذه اللفظة درس نغمة تون معين كده في ودننا. تسمع كلمة وطن تشعر بحنين داخلي للأرض أو للبلد أو للقرية اللي أنت اتولدت فيها وتربيت فيها. والوطن حتى وانت داخل دولتك، وأنا مثلا في القاهرة برضو أنا انتمائي لطنطا للقرية اللي أنا اتولدت فيها يمكن أكتر من انتمائي للقاهرة. والواحد يعيش على قد ما يعيش ويقول لأولاده أنا لما موت ادفنوني مع والدي في بلدي في قريتي، وكأنه يعني لما يندفن في تراب قريته هيبقى حاسس، شوفوا المعنى، هيبقى حاسس وهو ميت بشيء من الأنس من الونس، كأنه لو اندفن في القاهرة وهو أصلا من طنطا أو الشرقية أو أسيوط أو الآخر هيبقى غريب في القبر بتاعه، لما يندفن في بلده هيبقى في وسط عيلته في وسط، فإحساس بالونس عجيب وغريب. علاقة بينك وبين التراب اللي انت اتربيت عليه ومشيت فيه، هذه العلاقة هي اللي جعلت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يدمع يبكي وهو خارج من مكة، رغم انه لم يرى في مكة الا الاذى، طورد وجوع وحاولوا تشريده وضيقوا عليه الخناق وحاولوا قتله اكثر من مرة وتآمروا عليه وحاصروه في شعب ابي طالب 3 سنين، مش يوم ولا اثنين ولا 3 سنوات محاصرين
عاملين عليهم يعني زي ما تقول حصار اقتصادي، ممنوع حد يبيع ويشتري منهم، ممنوع حد يقابلهم ياكلهم يشربهم، ومع ذلك وهو خارج بيبكي ويقول يا رب لولا ان يقول للبلد يكلمها، يكلم القريه نفسها مكه، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. هو في حد بيكلم شجر ولا حجر ولا بيكلم بلد ولا بيكلم؟ وكانه بيكلم بني ادم زيه وهيسمعه وهيرد عليه، وكان هناك علاقه ونس بينه وبين تلك الخيام او هذه البيوت او هذه الشجرات او الى اخره. احساس بانك بتكلم كائن حي مش مجرد حجر. لذلك الانسان بينزل قريته، النخله اللي كان بيحدفها وهو صغير عشان يجيب منها بلح، يشعر بانه بينه وبينها علاقه، بينه وبينها صله. الانسان بيروح الغيط او الارض او الزرع، حتى الفلاحين كانوا يقولوا ده الزرع بيفرح بصاحبه، يقوم يتهز كده وبيزعل لما صاحبه يموت. علاقة عجيبة وغريبة، كلمة وطن تحمل كل هذه المعاني. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما دخل المدينة قال إيه؟ قال اللهم حببنا في المدينة حبنا لمكة أو أكثر. يعني إذن هو علاقته بمكة علاقة مقدسة، يا رب حببني في المدينة زي حب المكة. ليه؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتفاعل في وطن ما فيش بينه وبينه محبة. الإحساس بالغربة داخل بلدك أو داخل البلد لا يدفعك إلى البناء والتعمير وإلى أن تدافع عن هذا البلد وإلى، فلما تنشأ علاقة الحب بينك وبين البلد، هذه العلاقة تفرض عليك أن أنت تدافع عنها وتأمنها وتبنيها وتزرعها وتحب أهلها وتتونس بيها وتوحشك لما تسافر وإلى آخره. الواحد لما بيسافر دولة أوروبية أو دولة خارجية أو خلافه، ورغم أنك ممكن تجد من الرفاهيات ما تجد، يعني رفاهية في كل شيء، في السكن، في المواصلات، في إلى آخره، وبعد 7-8-10 أيام خلاص أنت شبعت، أنت عاوز ترجع بقى تاني للزحمة والأتوبيسات بتاعتنا وترجع لبلدك، ولما تدخل النطاق الجو بتاع بلدك ما انتش طايق، يعني تبص من الشباك كده كأنك راجع لوالدتك، البلد اللي انت تربيت فيها او نشأت فيها. كلمة وطن من اغلى ما يكون. لذلك الانسان العلاقة برضو مع الوطن علاقة مقدسة، بمعنى الانسان حر فيما يعتقد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء، لكن الانسان مش حر في وطنه. العلاقة بينك وبين الوطن مش علاقة رفاهية ولا اختيار. يعني ما ينفعش المصري يوم من يوم كده يقول انا خلاص بقى انا مش بلدي مصر، انا بلد العراق. ما ينفعش، ولا العراقي يختار هذا الاختيار، ولا الامريكي يختار هذا الاختيار. هي علاقة مقدسة لا تتبدل ولا تتغير ولا تنفك عنك ابدا. انت مصري يعني انت مصري، حتى لو غيرت جنسيتك بتبقى برضو الجنسية القديمة بتاعتك بتلاحقك حتى وجدانيا. انت من جواك عارف ان انت معاك الجنسية الامريكية، لكن انت مصري من بلد اسمها مصر. يبقى العلاقة مع الوطن علاقة مقدسة لا تنفك. الدين قد ينفصل عنك، المذهبية تنفصل عنك، العرق ينفصل عنك، أي شيء ينفصل عنك، الطائفية تنفصل عنك، بتغير من حزب لحزب، من طائفة لطائفة، من دين لدين، إنما الوطن لا ينفصل عنك أبدا. الله عز وجل حرم على الإنسان أن يقتل نفسه لأي سبب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. والحديث عن القتل في آية يتصدرها الحديث عن الاقتصاد والتجارة إلى آخره، كأن ربنا بيقول لك ما تموتش نفسك علشان فلوس ولا عشان غنى ولا عشان منصب ولا عشان كل ده، ما يستاهلش. إنما يجي بقى عند الدفاع عن الأرض أو عن الوطن يفرض عليك القتال. وبعدين من يتخلف عن القتال له حكم شرعي في الإسلام، قد يقتل إذا كانت البلد في وقت حرب وتتخلف عن القتال، يقام عليك الحد فتقتل لأنك تخلفت عن الجهاد في وقت تحارب فيه الدولة كمان. يعني مش بس مش مخير، ده انت فرض عليك تحارب، ولو ما حاربتش يقام عليك
الحد فتسجن او تقتل على حسب بقى درجه الهروب او درجه الغياب او التخلف. والله يفرق في كتابه بين المجاهدين والقاعدين، وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجه، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما. فحتى المقاتل له اجر اكثر من القاعد، حتى وان كان القاعد متخلف عن عذر او عن عدم استطاعه مثلا. فاذا هي علاقه مقدسه، الله عز وجل يقول لك فيها: هذه العلاقه تفرض عليك ان تجود بنفسك وبروحك من اجل وطنك، في الوقت اللي حرم عليك فيه ان تقتل نفسك من اجل اي شيء اخر الا اذا كان دفاعا او ما الى ذلك. اذا هي علاقه، كلمه وطن مجموعه من المشاعر، من الاحاسيس، من العلاقات بينك وبين ابناء وطنك تفرض عليك. انا قلت من شويه انه هي علاقه ليست من باب الرفاهيه. في ثلاث حاجات عاوز يعني سريعا كده: في علاقه بينك وبين الله عز وجل، علاقه بينك وبين الناس، علاقه بينك وبين الوطن. العلاقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى فيها علاقه رفاهيه شويه، بمعنى ده مسلم ده غير مسلم، ده مسيحي ده يهودي، ده كل واحد بيتعبد لربنا عز وجل وفق عقيدته. ممكن يغير دينه ويروح لدين تاني، يغير مذهبه ويروح لمذهب تاني او ملة تانية او طائفة تانية. انما العلاقتين الاخرين هي علاقة مقدسة ما فيش فيها هزار في الاسلام، العلاقة مع الوطن والعلاقة مع الناس. لذلك الله عز وجل يتوب عليك فيما بينك وبينه فقط. انت اذنبت ذنب متعلق بحق الله عز وجل، ربنا يغفره لك، ما صليتش، ما صمتش، ما زكتش الى اخره. انما اذا كان هناك ذنب متعلق بحق احد الناس لا يجوز التوبه منه الا اذا رددت المظالم الى اهله. يبقى العلاقه بينك وبين الناس مش رفاهيه، دي علاقه مقدسه لها اصول في واجبات. العلاقه مع الوطن ليست علاقه رفاهيه، هناك اصول وواجبات تصل الى درجه انك تقتل وانت تجاهد دفاعا عن وطنك او عن ارضك. من مات دون أرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. ويفرض عليك هذا الأمر أن تبني الوطن، وأن تغرس ما ينفع الناس في الوطن، وأن تنشر المحبة والتسامح في الوطن. كل ما يؤدي إلى استقرار الوطن فرض على كل إنسان، لأن الاستقرار يؤدي إلى أشياء كثيرة جدا، لولا الاستقرار ما عبد الله عز وجل. أنت لو بينك وبين المسجد فيه واحد قطع طريق يقول لك ما تصليش في الجامع، خلاص صلي في بيتك. ولو انت رايح تحج وفي قطع طريق ما تحجش السنه دي، ارجع تاني. يبقى الاستقرار يؤدي حتى الى العباده، الى استقرار العلاقه بينك وبين الله عز وجل. واذا كان الانسان، احنا من الجيل اللي مرت علينا احداث ربما ما مرتش على اجيال قبل كده. انا شفت في التحرير في يناير وفي يونيو، ما علمت معنى الامن والامان خلال هذه الفتره. أنا خطيب الثورة، لكني أسأل الله عز وجل ألا يعيد علينا مثل هذه الأيام أبدا. أيام افتقدنا فيها للأمن، وافتقدنا فيها أمور كثيرة جدا، وشفنا فيها ورأينا فيها ما لم يره غيرنا، لأننا كنا في قلب الأحداث. هذا يجعلنا نقول ليس هناك أهم ولا أغلى من الأمن والاستقرار أبدا. من بات آمنا في سربه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والأمن رقم واحد. لو أنت عندك الأكل والشرب وما عندكش الأمن هيجي حد ياخده منك. لو أنت مريض وما عندكش الأمن مش هتروح للمستشفى. لو أنت مريض ومفتقد الأمن مش هيجيلك الدكتور لحد البيت. وبالتالي الأمن رقم واحد. فالحمد لله الذي أنعم على وطننا بالأمن والأمان، وأسأل الله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يجعل مصر وأهلها أمناً أماناً سخاءً رخاءً بإذن الله تعالى وسائر بلاد المسلمين، وأن ينصر الأقصى ويحرر الأقصى الأسير بإذن الله تعالى. بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وبعتذر عن الإطالة، شكراً جزيلاً. شكراً جزيلاً لفضيلة الدكتور شيخ مظهر شاهين. الحقيقة